معكم في من تونس ونقاشنا اليوم حول المنشآت المؤسسات العمومية اللي موجودة في قطاعات تنافسية وفما اللي موجودة في قطاعات غير تنافسية اليوم والخسائر نتاعها اللي بلغت تقريبا 7 مليار. نعطيك كلمة سي عزيز سعيدان وبعده نعطيو التقرير. نعطيك للتعليق. هو الحقيقة المشكل الكبير ياسر وربما ما نجوش نحلوه بالتعميم ولا باش يقولوا فما حل واحد لكل هذه المؤسسات. قلنا عديد من المرات يلزم التعامل مع هذه المؤسسات حالة بحالة كل واحدة وطريقة الحل نتاعها. وراهو فما مؤسسات عمومية نجم ننقذوهم بسرعة كبيرة جدا وبحلول معروفة ومدروسة ونتحصلوا على نجاحات اللي ربما تعاوننا في التعامل مع مؤسسات أخرى. لكن مش حبنا بعد شوية على الأرقام. طورت موقفك ترى طورت موقفك به. لا هذا هو الموقف. لا مش الأولى. لم أغيره. ياسر عبيد أبدا. تو به. دينا نقدم طوميو كي عجبك مش هجيبك ساعتك رقم سي عزدين 51 منشأة عمومية من اللي تم أحداثها حتى إيش 2010 51 منشأة من اللي تم أحداثها حتى إيش 2010 خسائر متراكمة قيمتها مليار و 881 الخسائر هذه المتراكمة وصلت في 2015 رد بالك من مليار 1.8 إلى 5.9 5.9 نعرفه عنا الأرقام طبعاً يعني تقريباً 3 مرات وبسرعة 5851 لكن شوف أنت في نفس المؤسسات شوف تطور كتلة الأجور في نفس المؤسسات 50% يعني أشياء غير معقولة بالمرة. لكن نحب نبعد شوي على الأرقام سي بوكر كان تسمح لي تفضل ونرجع لموضوع أساسي وهو هيبة الدولة وتكلمنا كثيرا على هيبة الدولة. هل من الحفاظ على هيبة الدولة أن تكون الدولة تبيع في التاي وفي السكر وفي الدخان وتخسر فيه؟ هل من هيبة الدولة أن يكون وضع قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في الوضع اللي هو موجود عليه الآن وإحنا مكبشين في مؤسسات عمومية خاسرة وخاسرة برشا وقد ينضخوا منها في أموال دافعي الضرائب واللي يدفع في الضرائب من حقه أن يقول فلوسي هذه نحبها تمشي في محلها ما نحبهاش تمشي في مؤسسات يعني دورها الأساسي أصبح أنها تخسر الفلوس. نحب نأخذ مثال آخر. هل من الحفاظ على هيبة الدولة أن تكون الناقلة الوطنية شركة تونيسير في الوضع اللي هي موجود عليه الآن ونحب نرجع رقم واحد وأنا قلت ما ذكرش أرقام ولكن تونيسير راهو في 2010 كان السهم تاع تونيسير في البورصة التونسية 24 دينار سيد الكريم اليوم تسعرت ب 390 مليم اليوم 390 مليم سهم تونيسير وين ماشيين سيد الكريم حبوا ما نحبوش ان نخلصوش تونيسير فيها حل وانا اقول لك بدون ما بيعوا تونيسير فيها حل وحل مجدي جدا في ظرف سنتين ثلاثة تنقذ تونيسير وتنقذ الناقل الوطنية وتولي تقدم خدمة مشرفة للمواطن التونسي لقاعد مازال مكبش في تونيسير الآن رغم الأوضاع متاعها يمشي ياخو تونيسير وما يخوش شركة أجنبية. علاش احنا نعملوا هذه الخطوط الحمراء اللي تخلينا في هذا الوضع الاقتصادي المزري اللي فيه مساهمة كبيرة اللي جاية من هذه المؤسسات العمومية. أنا ما نقولش نبيعوا ما نقولش نخوصوا نقول ننقذوا أي مؤسسة ممكن إنقاذها باش تبقى في الاقتصاد التونسي. سيد طارق شنو ذكر لنا البنوك قاعده تواصل تمول في الاقتصاد التونسي تواصل تمول في الاقتصاد التونسي ولكن بطريقه اجدى وبطريقه مربحه وبطريقه تخدم المؤسسات الاقتصاديه وبطريقه تخدم المواطن التونسي. هذا هو الهدف نتاعنا. فمش هدف ان نبيع ما نبيعش اذا كان الحل هو مش البيع ما نبيعش حتى ما فهمتش علاش لا المربح ولا الخاسره كل ما بيع هامش الربح كان فما حل هامش الربح للبنوك تقريبا كلهم كيف كيف كله كيف كيف كلهم كيف كيف علاش هذه رابحه وهذه خاسره ووقت البنك المركزي يصدر منشور راهو ينطبق على المؤسسه البنكيه اللي تملكها الدوله المؤسسه اللي يملكها القطاع الخاص بنفس الطريقه بالضبط. ملكيه راس المال ليست هي الاساس الكلام اللي قلته ليست هي الاساس بادو بروبريتي الاساس في طرق التصرف في اقتصادنا ككل وبالخصوص موضوع النيل اللي هو كيف نتصرف في مؤسساتنا العموميه وعندك مؤشر خلينا نسمع سي بوبكر لحظه برك عندك مؤشر ممتاز جدا ارقامنا اللي نعرفوها هي 2015 ما نعرفوش حتى وضع مؤسساتنا الاقتصادية في 2016 ما نعرفوش في 2017. هل ترى أي مؤسسة في القطاع الخاص اللي ما يكونش اليوم
في 2 فيفري عندها ميزانيتها وموازنتها نتاع 2017 حاضرة وتعرف التسيير نتاعها. شو معناها 2015 برك نقف؟ ما معنى هذا؟ يعني حتى مجالس الإدارة وزير القوى لا كيفاش مولتها 2018 كي انت ما عندكش حساباتها؟ طبعا كيفاش مولتها؟ كيفاش مولتها في تال ميزانية؟ تعرف كيفاش مولناها سيدي؟ اطلب من ميزانية الدولة منحة الاستغلال، تفضل خذ منحة الاستغلال وننساو لهذيك أموال دافع الضرائب التونسي. سيدي ذا سؤالي ونخليك تعاقب على تحب خلينا نعطيك سؤال وانت عاقب. هو اش معناها إعادة الهيكلة؟ شو المقصود به؟ اولا على موضوع الارقام 2015 لانه استراتيجيه تطوير وحكومه المنشات والمؤسسات العموميه وقت اللي انطلق العمل انطلقوا على قاعده الارقام نتاع 2015 المتوفره، ولكن الارقام نتاع 2016 تو مثال خذيت بعض الامثله كما ستاك كما السوناد معناها كما تو اللي كنت نستعرض فيهم يوصلوا الى 2016 والبعض منهم في 2017 موجودة الأرقام تاعهم لأنه هذوما تعدوا في مجالس وزارية في المدة الأخيرة وبالتالي أرقامهم أرقامهم محينة موجودة الأرقام والنجم من بعد نجم نعطيهم لك معناها موجودة. اللي نحب نرجع له هو أنه اليوم وقالها بكري سعبيد قال معناها نتحدثوا على إصلاح شامل مش نتحدثوا على فقط المنشأة العمومية بمعزل عن سياسة الدولة في المالية العمومية، في سياستها في الضرائب، سياستها في التحويلات الاجتماعية، حمايتها لبعض الطبقات الاجتماعية، لأنه اليوم المؤسسة العمومية هي نتاج سيرورة كاملة، معناها ما كانش تحدثوا قبل على القطاع الخاص بعد الاستقلال، معناها وقع تركيز منشآت ومؤسسات عمومية اليوم اللي نتحدثوا عليهم في حدود 104، لكن هذه كانت تقوم أدوار اقتصادية وأدوار تنموية وأدوار اجتماعية وما زالت إلى الآن. والبعض منها كعلاش في التصنيف حتى في عمليه الاصلاح هي ماهيش عمليه اصلاح شامله وكلها معنا باش يقع التعامل معها بنفس الطريقه طبعاً. لانه اولا ثم استراتيجيه تقوم اولا بدات عمليه التشخيص نتاع وضع المؤسسات العموميه وثم جمله من محاور لمحاور الاصلاح جزء منها الاساسي اللي هي معناها على مستوى الحوكمه العامه وجزء اخر الحوكمه العامه مربوطه حتى بالعلاقه هذه المؤسسات اما بالوزارات القطاعيه اذا كانت ترجع للقطاعات او علاقتها برئاسه الحكومه علاقتها بوزاره الماليه لانه اليوم نلقاو وبكري ذكرها الملاحظه سي عز الدين لانه فعلا هي جزء من الاصلاح هو يدخل في اطار الحوكمه العامه في انه نوصلوا يولي عندنا هيكل عمومي يشرف على المؤسسات والمنشآت العمومية اللي تلقى عنده المعلومة محينة وتلقى عنده القوائم المالية مصادقة عليها وهو اللي كما في تجارب البلدان اللي عندها مؤسسات ومنشآت عمومية تشرف على هذه المؤسسات على تسييرها على حوكمتها وعلى التعيينات في داخلها وعلى التدخل لإنقاذها إذا كان تمر بصعوبات. ثم الحوكمة كذلك الداخلية على مستوى الرقابة وعلى مستوى التدقيق المالي وعلى مستوى التصرف الإداري الفصل بين المجلس الإدارة ورئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة اللي بدأ في البنوك العمومية في إطار الفلوديت وإعادة هيكلة المنشآت العمومية واليوم بقيت المؤسسات المنشآت هذه العمومية اللي باش تكون من بين محاور الإصلاح هذا المتعلق بالحوكمة الداخلية وثم الإصلاح اللي متعلق على مستوى الموارد البشرية والحوار الاجتماعي ويجي المحور الأخير اللي هو على المستوى المالي سواء رأس مال هذه المؤسسات نتحدثوا ديما على الباد بيلون ونتحدثوا على الرود بيلون كيفاش بعض المؤسسات ننظروا في رأس مال هذه المنشآت كيفاش يمكن وثم تصور تقدم واليوم في إطار الحوار الاجتماعي مع الاتحاد العام التونسي للشغل مع ينفتح القطاع الخاص وقع طرح الاستراتيجية متاع الحكومة لإنقاذ وإعادة هيكلة المنشآت العمومية في المحور الأول والثاني والثالث خليني في رأس المال معناها التجاوب وثم التماهي في بعض الأوقات معناها في
قال المسائل البعض منها وكان يذكر فيها توا سي عبيد على مستوى الحوكمة خاصة، والنقطة المتعلقة بالمحور الرابع اللي هو الإصلاح على المستوى المالي، هذه معناها مطروح للنقاش والكل حالة بحالة، لأن وضعية اليوم تحدثوا على الرأس مالة، تحدثوا على شركة الفولاذ اللي هي في قطاع تنافسي، وهذا داخل في إطار الإصلاح، التقسيم بين أنه يكون في قطاع تنافسي ولا يكون في قطاع استراتيجي ولا تكون مرفق عام والا وخاضع لدعم الدوله والا لا. اليوم وقت اللي حطيتوها للبيع الفولاذ، حطيتوها للبيع وما حبيش راح حد قدم لها واحد برك اليوم ثم لا انا جايك بالنسبه اللي ذكرت شركه الفولاذ، لانه هذه من الشركات اللي تعدت على اكثر من جلسه وزاريه تقريبا السنوات الاخيره، لانها تعاني صعوبات ماليه وتراكم في الخسائر، ولكن على مستوى التوازنات الماليه معناها عندها خسائر متراكمه، وعندها على مستوى الاكسبرتيز معناها الخبره في المجال معناها يمكن انك تستثمرها في انك تطور المؤسسه، فكان ثم الخيار ومن قبل وفي اطار كذلك بالاتفاق مع الطرف النقابي انه يدخل شريك استراتيجي، وصار قبل الثوره كان ثم المسار هذا مشى خطوات ثم انقطع عاود رجع من جديد، وكان الاتفاق على ان يكون 50-50 مش معناها يدخل شريك استراتيجي وقت اللي طرحت في تينيزي تيليكوم طرحت كان وقع طرح 35% من اسهم تينيزي تيليكوم، لكن بالنسبه للفولاذ علاش قلنا حاله بحاله باتفاق مع طرف النقابي ان يكون 50%. علاش اليوم وقت اللي وقع طرح الابيل دوفر هذايا ما جا كان عارض وحيد؟ جاء عرض وحيد لانه هذه مربوطه بتصور لاصلاح المنشات العموميه، يجي يشرط عليك وقبل حتى في سنوات سابقه جاء معناها مستثمرين من دول اجنبيه واهتموا بالشركه الفولاذ، اولا يطلب التطهير الاجتماعي وهذايا معناها كان معناها من النقاط اللي كانت معناها فيها جدل كبير، ولكن الطرف النقابي كان يعتبر الموضوع هذا ثم خروج مجموعه قريب 300 خرجوا معناها في السنوات الفارطه اما بسبب معناها اوضاع صحيه او الخروج للتقاعد المبكر، ولكن باقي مطروح عمليه معناها البحث عن شريك استراتيجي حقيقي يمكن ينقذ المؤسسه ويستفيد، وهذه من النقاط اللي كانت مطروحه في الاشكاليات نتاع المؤسسات المنشات العموميه اللي عندها باتريموان مش فالوريزي، تلقى منشاه عموميه تملك معناها اكتارات 100 اكتار في مواقع ومناطق صناعيه ولكن ماهيش مستغله، متروكه كيما تعملت في الستينات الى الان او في السبعينات الى الان، هذه كيفاش نجم تثمنها وتدخلها يولي معطى داخل في الاستثمار. ثم شكون مثال احد المستثمرين اللي جاء قال انا اللي يهمني وهذه اخذت حاله الفولاذ عنده كي وهذه معنا حاجه استراتيجيه لانه مفتوح على البحر وعنده مساحه عقاريه معناها عنده مساحه كبيره اللي متحول الى معناها منطقه صناعيه تركز فيها صناعات اخرى مكمله مرتبطه بصناعه الحديد، هذه تاخو الحاله تاخو بعض المؤسسات سمحني اللي هي امتداد للاداره او هي معناها تقوم بتحقيق الاهداف الاجتماعيه للدوله. اليوم وقت اللي تجي تقول ذكر ديوان التونسي للتجاره، ديوان التونسي للتجاره معناها يورد والدوله تتدخل من اجل انه تحافظ على مجموعه من المواد باسعار معناها اسعار معقوله، في بعض الاوقات يتدخل يجلب بضاعه من اجل انه يعدل الاسعار حتى في مش في المواد الاساسيه، كي تاخذ ديوان الحبوب نفس الشيء، ديوان الحبوب معناها كي نجي نشوف الخسائر المتراكمه هي جايه متاتيه من سياسه الدوله في دعم الحبوب، معناها 3600 مليار اللي هي دعم اليوم سياسه الدوله في دعم معناها توجيه الدعم الى مستحقيه، هذيك هي السياسه الحقيقيه. اليوم ننطلقوا من الدراسه نتاع لياناس والباد من 2012 اللي 11% فقط من معناها اللي مستحقين الدعم يستفادوا كان من 11% من الدعم، كيفاش نوصلوا اليوم اللي المعرف الاجتماعي الوحيد هالمشروع اللي تعثر كثيرا انه ايران نور سنه 2018 على اساسه هو باش تبني سياسه جديده باش تتمس مش كان فقط
على مستوى ميزانية الدولة، كذلك المنشآت العمومية اللي هي مرتبطة إما ب كيما ديوان الحبوب أو بقية المنشآت العمومية. نفس الشيء نلقاه في الكهرباء، طيب. نلقاه في السونات. اليوم علاش تلقى وقت يقول لكم الاتحاد التفويت خط أحمر؟ شوف احنا اولا وقت نجيو مساله فما تفاوض مع الاتحاد اليوم، فما تفاوض مع الاتحاد، هل الاتحاد أولا قابل بفكره استراتيجيه، قابل بفكره استراتيجيه وقطاع التنافسيه هذه، قابل بفكره التفويت في جزء او في كل راس المال لبعض المؤسسات اللي ما يمكنش اليوم اصلاحها؟ لا، هاو قلت وقع الاتفاق في النقاط الثلاث المتعلقه بالحوكمه الداخليه والحوكمه العامه وبالحوار الاجتماعي والتصرف الموارد البشريه، هذه نقاط وقع الاتفاق حولها تقريبا، معناها خلافات بسيطه، ولكن النقطه المتعلقه بالرأسمال اللي هنا نتحدثوا على يكون ثم شريك استراتيجي ولا لا، قلنا هذا موضوع مطروح حاله بحاله وقت نتحدثوا على قطاع استراتيجي ولا غير استراتيجي. الحكومه قدمت تصور في تقسيم القطاعات اللي هي مصنفه استراتيجيه والقطاعات والمنشآت والمؤسسات العموميه اللي هي تنشط في قطاع تنافسي، وقدمت مقترحات في مجموعه من المؤسسات اللي ترى انه هذا يمكن يما التفويت فيها ولا فتح راس. خلينا نذكر سيدي سعيد وضيوفي بتقريب بعض الارقام حول المؤسسات او المنشآت العموميه في التقرير هذا. المؤسسات العمومية في تونس اللي في حالة نشاط اليوم يبلغ عددها 241 مؤسسة، تعاني أغلبها من عدة صعوبات مالية، وتجاوز عجزها المالي سنة 2014 3000 مليار، اللي يصل سنة 2017 لأكثر من 7000 مليار نتيجة الخسائر المتراكمة وغياب الإصلاحات والحوكمة وارتفاع كلفة الإنتاج. بين 2010 و2012 تراجعت الإيرادات الإجمالية نحو 95 مؤسسة ومنشأة عمومية بحوالي 30%، وبلغت قيمة خسائرها سنة 2012 200 مليار، في حين سجلت 51 منشأة عمومية منذ إحداثها الحدود 2010 خسائر قيمتها 1871.7 مليون دينار، وبلغت خسائرها بين 2010 و2015 5924.9 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 214.9%، دون اعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق الاجتماعية. وشهدت نسبة زيادة في الأجور بين سنتي 2010 و2013 مستويات قياسية جاوزت في بعض الحالات 50%، على غرار المجمع الكيميائي بنسبة 80.9%، الوكالة الوطنية للتبغ 66.7%، وديوان الطيران المدني والمطارات بنسبة 53.8%، وبلغ معدل الزيادة السنوي في حجم الأجور 7.7% بين سنتي 2010 و2015 مقابل معدل زيادة سنوي 6.1% بين 2006 و2010. وللحد من تواصل العجز المالي، وقعت الوزارات المعنية عقود أداء مع 5 منشآت عمومية كبرى: إستيك، الديوان الوطني للحبوب، الشركة الوطنية للتكرير، والوكالة الوطنية للتبغ، في انتظار الإمضاء مع الخطوط الجوية التونسية عند الانتهاء من وضع خطة لإعادة هيكلتها. مؤسسات كبيرة، إلا أنه مساهمتها في ميزانية الدولة ما يتمشيش مع حجمها، والبعض منها أصبح في حالة إفلاس كامل، وأصبحت خسائرها تفوق رأس مالها. أزمة خلت الحكومة تحاول إيجاد بعض الحلول تجاوزها وتتجه نحو منع الانتداب في الوظيفة العمومية والحد من كتلة الأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية أو خاصتها. الفلوس هذوما اللي نحطوا فيهم بالمليارات في المؤسسات العمومية، خلينا نحطهم في التنمية، نحطهم في الأمور الاجتماعية، المواطنين، في الجهات، علاش نحطهم في مؤسسات خاسرة وبالمان؟ العقدة من الخوصة يا أخي، ما صارتش نجاحات في شركات تونسية وقعت خوصتها، ومعناها شوفها قديش ولات تشغل. موقف الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهميني ما كانش نفسه موقف رئيس الحكومة. ما ثم حتى اتفاق لا مع صندوق النقد الدولي ولا مع غير المؤسسات على التفويت في أي مؤسسة عمومية، وهني عنعودها اللي عنده اتفاق مشيت فيه الحكومة في اتجاه هذا يجيبه. الرد على التصريحات هذه كان شديد اللهجة من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اللي قالوا أن القطاع العمومي 70 خط أحمر وليه للتفويت في المؤسسات العمومية. احنا مع إصلاح القطاع العام، ولكن لن يكون تحت أي مسمى من المسميات في التفويت في القطاع العام، وهذا قلناه وعودناه وكررناه، ولا مجال معناه يأيسوا من هذا الجانب. وللتذكير فإنه إصلاح المؤسسات العمومية كان من بين أهم وأبرز الملفات اللي تعهدت بها الدولة لدى صندوق النقد الدولي على مدة 5 سنين بداية من 2017. في الأخير الدولة تواصل تصرف على مؤسسات فالسة بأموال الشعب، هل هو تمشي سليم؟ باهي، الناس كل تطلب في الكلمة ونرجع معكم في من تونس. أي هيك هو حقك، أنا مارس معك تمييز إيجابي. كيف لا جمعهم في الوقت اللي خذوه؟ لا روحوا عليه، ومازال عندي ربع ساعة يدافعوا على نفس الفكرة. طيب مازال ربع ساعة نختزلها في حسبهم. واحد بركم يتكلموا شوية،
ومحايد. اولا خلينا من الخوصه موقف ايديولوجي ولا احنا نحكيه في السياسه نتاع بلاد، مش مساله ايديولوجيه، ماهوش ضد الخوصه مطلقا، ها قطاع خاص موجود ومنتصب ويخدم على روحه، وانا مثلا واقفين مع القطاع الخاص هذا لانه مظام برشا، خاصه المؤسسات المنظمه تاكل في الضرب وزيد عليها الجبايه وزيد عليها انزلاق الدينار، هي مازال باش تنافس، خايفهم اللي يسكروا ويمشي هما بيدهم القطاع غير النظامي. دونك احنا مع المؤسسه المريقله والمنتج هذا اللي جدال فيه، وما فماش موقف ايديولوجي من القطاع الخاص. لكن من خلال تحليلكم كي تقدم معطيات، هذه بنكه كانت كذا وصفحت كذا، بنكه كانت كذا وصفحت كذا، رغم ان الارقام اللي تقدم فيها اخويا طارق تحكي على 2005 الدينار وقتها كان مقابل اليورو قارنوا باللي به توا. دونك كي تقول لي 2 مليار في 2005 معناتها تسوى 50 مليون. خلينا نكمل بالله، خلينا نكمل المثال شو بعد توضيح الكلام. إيه دينار دينار إيه لا دينار لا دينار دينار زيدوا الانفلاسيون هكا، زيدوا الانفلاسيون برك، زيدوا الانفلاسيون هكا مربوطه بالانفلاسيون، شنو قيمته تو في علاقه بالسابق هذه ورقم لكن الناس اللي يخدموا سنة سنة. لكن وقت اللي تقول لي هذه كانت انا تو نعطيك، رغم اني ما نحبش نشهر توا، انا هي المؤسسات اللي كانت عموميه تخوص تسكرت تو نعطيك، لا ما نجيبش نعطيك في خاطر مش نص واحد من القطاع الخاص، مؤسسات عددها كبير وملتزمش بكل راس الشروط اصلا، ولا يمارس ممارسات اخرى، ولا طرح من الاول التخفيف في عدد العمال، وهذا عنده انعكاسات اجتماعيه، وراه ما فمش ما اخطر من الانعكاسات الاجتماعيه للمجتمع التونسي، والتاريخ يثبت هذا. اذا كان هذه كانت هكا وكانت خاسره وجات هنا وربحت، اش معناتها؟ خلينا نفهم هذا برك، معناها قادره تربح. معناها الدوله غير قادره على انها تدير المؤسسات تاعها. ابحث قبل، ابحث قبل كما كان يحكي من الجزء الاول يمكن اللي قاله رضا موافق فيه، اخويا ايش نحاوكم؟ وحتى كي بعد تفكر في البيعان وناس تقتنع، باش تبيعها بسوس محترم تجي تبيع مؤسسه خاسره، شنو هي النتيجه؟ باش تتسرى بسوم معروف، والناس تولي تتهافت على شريانها، ومن حقهم زاده باش يشري لك حاجه رخيصه. كي تحاوكم المؤسسه وتشد روحها وتولي مؤسسه خير عن طريق التسيير، مشكلتنا في تونس مشكله التسيير. ماهيش مشكلة واحدة أخرى، هذا الثاني، الثالث وقت اللي تقول هذه كانت معناتها نسبة مديونتها كذا في 2010 ولت في 2015 و2016 كذا، مسؤول عليها المؤسسة؟ مسؤول عليها الخيارات السياسية؟ اللي المؤسسة العمومية أصبحت تكية وقتها، اللي عنده جماعة يدخلهم يخدم ومنا ومنا ومنا، وكانت تخدم بفكتيف ولا تخدم بفكتيف؟ علاش نحملوا دونك في هالمؤسسة العمومية اللي لعبت دور كبير في البلاد وقت القطاع الخاص مع احترامي ليه ما كانش موجود؟ علاه؟ ما لا يقول لي حتى تجلي عن المؤسسة العمومية. المشكلة مشكلة التسيير، إجا تفهموا فيه. أنا الغريب في الأمر نحكيه على التسيير المشترك. طبعًا المفاوضة اتحاد الشغل وهو الموقف. التوا يا رسول الله المجلس الوطني للحوار ما انطلقش. اللي باش تحاور فيه القضايا هذه الأساسية، واللي باش تحاور فيه من ولا التنمية. وقت تصدق عليه مجلس النواب وعمل قانون. معناه ما عندناش في قناعاتنا حاسة اسمها الاجتماعيات وتأثيرها، ما عندناش. عندنا برك أي كيفاش نلموا الفلوس. هذا هو المشكل وين؟ بينما فلوس برشا دخلناها كي تشوفها، انا نتبع في تصريح اخير في 3 سنوات القروض اللي خذيناها 28 مليار دينار. تراها عطيونا كشف مشات. ها مشات في الشركات ما مشات في الشركات هذه. كي تحسب سبعه مشات. خلينا الطارق هذا يولي سامحني مسقط الحديث. قداش؟ سبعه مليارات. سبعه مليارات. سبعه الاف. سبعه واش؟ 7000 قال مليار. 7000 مليار يا ودي 28 مليار دينار ديون. منهم سبعه. وين مشات؟ سبعة ويش تعطيونا كشف قولوا هذا مشى وماخذينها للتنميه وين مشات؟ معناها فما حاجات مترابطه اعتقد. إيه نرجع لفكره راهو الاصلاح متكامل، ويظهر لي حتى باش نبدو تو باش نبدو مؤخر، والاصلاح وقت نقولوا اصلاح مش معناها الاقتصاد الجزء المالي فيه، راهو يلزم المجتمع يمشي متوازن المالي ومراعاه الجانب الاجتماعي. اخر ملاحظه تحكي لي على التعليم، انا خايف والله متخوف كمواطن. قبل قريت في مدرسه كانت تلعب في الادوار الثلاثه، كنا في الريف نقراو وكان التلقيح يجيونا للمدرسه تلعب في الدور المستوصف، ويجيو يلقحونا في المدرسه العموميه اللي انشاتنا، وكنا ناكلوا فيها الكونتينه، يعملونا كسكروت فيه شويه سردينه وشويه هريسه وناكلوا فيها. صحيح. تلعب في دور التغذيه اللي نحن كفقراء. صحيح. اليوم المدرسه تلاشت ما عادش فيها حتى معناتها المعلمين اصلا، راهو قاعدين نعيشوا واقع. الدور الاساسي نتاع الدوله واقع ينبئ بالخطر. انا نقول صحيح. سامحوني ينبئ بالخطر. ينفيقوا مازال شويه وقت وتونس أخرى ممكنة، وننظروا للإصلاحات في كليتها. ما نجيش أنا نعمل سيكتور بريفي في السونتي نعطيه فلوسه لأنه يعمل إضرابات لكلينيك بريفي ولفارماسي والسبيطار، حشاكم ما نحبش نقول هالعبارة لكن الضعيف
لا تخلصوا الكنار وتسال ومن بعد نقول ايه لي زي بي اس امور متعبانه وهات نعاودوا ننظروا فيها. راهو الامور متسلسله، راهو وقت اللي نقولوا يلزم اصلاح يستجيب للي طلبنا به، ما نشدوش برك في انه هذه خاسره. اي نعم خاسره، علاش؟ واش نعملوا باش نحولوا الى مؤسسه رابحه؟ دقيقتين دقيقتين بور باش نختموا النقاش. دقيقتين فكرتين بسرعه. اي عندنا قداش من عام نتكلموا على اصلاح المؤسسات العموميه، قداش اصلحنا من المؤسسه الى حد الان؟ يبدو لي صفر. هذه تسال الحكومه؟ انا في بالي حتى مؤسسه. كلام كلام كلام. ناس ضد الخوصصه وناس تحب تمشي تمشي معين والنتيجه صفر. لكن الملاحظه الثانيه انه راهو قاعدين نواصلوا في نفس التوجه. الان مثلا في تونس نحكيوا على تحليه مياه البحر، انا في حاجه الى الماء ونحبوا تحليه مياه البحر تعملها الدوله. في وقت هو من مثال من اجمل الامثله في الشراكه بين القطاع العام والخاص. بي بي بي، الدوله تنجم تعمل تحليه مياه البحر بدون ما تنفق ولا مليم، وتتاكد ان هي اللي تحكم في الجوده وهي اللي تحكم في التوزيع، يعني هي اللي فيدها الضمان الاساسي. ولكن انتاج الماء مش من دور الدوله، كيما انتاج الدخان مش من دور الدوله، كيما بيع التاي والسكر مش من دور الدوله. على خاطر دورها التعليم، دورها التعليم، على خاطر دورها الصحه، لا سمحني، دورها البنيه التحتيه. اسمعني يا اخوي سعيد، هذا دورها. اي على خاطر يا اخي تو على خاطر خاسره ولا مش من دورها؟ هي اش فيها؟ هي ما تربحش الدوله عليه، كي تصل عليه انت تحب تمشيها في اتجاه اخر تربح منه ناس اخرى. انا نعطيك مثال، نعطيك مثال في ايديولوجي وقتها، في انتاج الكهرباء سي العبيد، في انتاج الكهرباء سي العبيد، فما حاجتين، فما توزيع الكهرباء اللي هو استراتيجي وما ينجم يكون الا عند الدوله. يودي نحب نربح، خلينا نكمل، لا خلينا نكمل لك الفكره. توزيع الكهرباء استراتيجي ما ينجم يكون الا عند الدوله. سامحني سامحتك سؤال، انتاج الكهرباء خلينا نكمل، لا نكمل لك الجواب فقط. انتاج الكهرباء اليوم عندنا ستيك تنتج وعندنا القطاع الخاص ينتج، التكلفة قد يا سي العبيد؟ ما فهمتنيش. هاو الخسارة من جاية؟ سؤالي واضح يا سي، من حق الدولة باش تربح ولا لا؟ أنت تقول لي الدولة طبعاً مش من دورها. يا سيدي دوري ونحب نربح. طبعا. إي دونك نحاوكم. وإذا كانت تجوش تربح؟ علاش نمشي للقطاع الخاص؟ وإذا كانت تجوش تربح يعني مش هذاك الحل. إي دونك نحكيو في الحل، في آليات الإصلاح، معاك في الحديث، باهي الحديث هذا. لكن علاش مش الدولة تربح؟ واضح. وتدخل أموال تعمل بها التوازن. أنا قلت إنقاذ المؤسسات العمومية. نقف عند الحد هذا. ما قلتلكش لا بيع على إشري، إنقاذ. ولكن أكبر. ولكن بشرط ما تحطش خطوط حمراء. شنو الخطوط الحمراء؟ ما تحطش خطوط، ما تقولش نحن ضد الاتحاد ضد التفويت. لأنه بركش عنده دراسة لا. تقول ما تقولش احنا ضد التفويت في المؤسسات العمومية في المطلق. كيما ينجم أخونا طارق الشريف يشري مؤسسة عمومية. ما نشريش، ما نشريش. أنا الكلام تاعي مش ما نشريش شيء. قدامي انت ما عادش تحب نسري وتصلحها، عمري اللي شريت ويصلحها استنى ويحوكمها وتولي رابحه، ما تسمى هذا هو الاصل في الاشياء. تجري مؤسسه باش تخسر فيها الدوله، في حاجه للفلوس، في حاجه للصوارد باش تعمل التنميه. كي تنجم تصلح المؤسسات هذه وتولي عندها موارد ماليه وتوظفها للتنميه وتعمل بنك نتاع جهات الداخل وتمشي تشغل الشباب وتعطيه الفلوس. ما حشناش يا سي عبيد، يا سي عبيد، يا سي عبيد، راهو كي يحب يشري بولونه ما يمشيش للمونديزون، يمشي يشري البولونه اللي تساعده. شكون؟ تفضل. في البريفي مش كيما الدوله. انا عندي بعض اشياء نحب نقولهم قبل ما نكمل. الشركات كيما قال سي عبيد بكري، كيما ديوان الحبوب اللي هو شوف لونجاجمون نتاعو على البنك الفلاحي، هذاك الكل نقص للشركات الصغيره والمتوسطه في الخدمه نتاعهم وفي الاستثمار نتاعهم في تونس. خاطر الامكانيات نتاع البنوك نو سون با ايليميتي، ما عندهمش فلوس بلا حدود. وقت تجي اي كونكت تتحدث. أي. الشركات الصغيره والمتوسطه اللي هي تمثل اكثر من 90% من الاقتصاد التونسي، من النسيج التونسي، راهي تمشي للبنوك ما تلقاش سوفيزامون دو ليكيديتي باش تنجم تستثمر في تونس. هذا مهم وما يلزمناش نساوه. قال لي في الفولاذ إن يباي دوفر، أنا على علمي إل يو نوفر يا دو زون وافيك مانتيان دو بيرسونيل. نقول الكلام هذا ونتحمل مسؤوليتي خاطر ثبت في المعلومة هذه ورفضنا. أنا بالنسبة لي غلطنا. علاش؟ خاطر اليوم الفولاذ عندها دو مونوبول، كانت تسمعوا، عندها المونوبول نتاع لاسيي ليكيد، ثبتوا كلامي خاطر ثبت قبل ما نتكلم، وهذا غير عادي باش تعمل لي بيات يعني ثبت. وعندها المونوبول نتاع ريكوبيراسيون نتاع الفيراي الخرده في تونس، كان هي تاخذها.
تاخذها كان هي بالسوم اللي تحب هي وتصدرها، وكان تحب تصدرها كان هي. ما هوش معقول ميادين كيما هذم باش تكون وحدها في الـ في الـ في الـ في الخدمه نتاعها وتكون خاسره، وتكون خاسره من الفوق. نمشي للبارتيسيباسيون سي عبيد، انا عمري اللي قلت بالصيف يلزم تكون 100%، وهو عندنا امثله في اوروبا قدامنا، ريفيرونسيال نتاعنا فرنسا ولا ها عندي لي زيتا من تاع لاجونس دو بارتيسيباسيون دو ليتا. فرنسا ما عندهاش 100%، ما عندها حتى شركه 100%، عندها شركات عندهم فيها ها وتفضل نحطهم لك وتفرج فيهم توصل حتى ل 5.7%. اير فرانس، اير فرانس ما نحكيو على تونسير، الدوله الفرنسويه هاي كانت عندها اير فرانس هوني ما لا هوني ماهيش موجوده في نوفمبر 2017 هاو لاجونس دو بارتيسيباسيون دو ليتا، اير فرانس كي ال ام الدوله عندها 14.1%، ما عادش 100%. على شنو التلوج اللي نحكيو فيه بكري؟ مش كنا ايديولوجيا ودوغماتيزم، على الحوكمة، حاجتها بالحوكمة. احنا عمرنا لا نخلطوا الحوكمة هذية مش نقص في الكفاءة متاع العباد، الخاطر اليوم الحوكمة متاع المؤسسات سي توت ان ديسبوزيتيف اللي بالسيستام متاع الدولة ما تجمش تلقاه. انا نعطيك البي دي جي متاع رونو، سامحوني نقول الاسم متاع الشركة اللي هي دابور الدولة الفرنسوية تعرف رونو قدش عندها فيها 15%، هاو قدامي الوحدة متاع نوفمبر 2017. كارلوس غون البي دي جي اللي هو اصله لبناني وشطر الاخر برازيلي، تعرف قدش يصور في العام؟ اللي هو مربوط على الكونترا دو بيرفورمانس نتاعو، تعرفوا قداه ولا ما تعرفوش قداه؟ حاجه غير مستحيل، مستحيله باش تقع في تونس. يل ديباس معناها دي مونتون انكرويابل، يوصل ل 20 مليار في العام، يربح يربحهم ياخذهم وراسه مرفوع. وخان نقول لك الناس تكلمت وتكلمت وياخذوهم وليزاكسيونير يقولوا له نزيدوك. علاه؟ الخاطر يربح في الفلوس، الخاطر حوكمه نتاع خواص ماهيش حوكمه نتاع دوله. مش ممكن هذا باش تجي لواحد تعطيه 2000 دينار الخاطر هذاك البلافون ولا 2500 وتقول له جاري لي 100 مليارديات، مش ممكن، ما تجمش تاقع. احنا في تونس نحبوا نعملوا حاجه مستحيله، ماهيش ممكن باش تاقع. اختم كدعم زي سي يعني مش نختم البي بي بي حاجه مهمه. احنا شنو اللي حاجتنا؟ شنو اللي حاجتنا؟ حاجتنا في تونس تنميه، حاجتنا باش نبعثوا المؤسسات، حاجتنا باش نقصوا من الفقر، وحاجتنا باش نغلبوا الشوماج. هذايا اذا كان ما نعاودوش النظره نتاعنا نتاع الشركات القوميه التونسيه، قلنا مش لازم تكون 100%، والفلوس هذم اللي احنا قاعدين نمولوا في الشركات هذم مش نستعملوهم استعمال اخر، راهو ما نجموش نخرجوا من الوضعيه الصعيبه الاقتصاديه اليوم، ومش نفرطوا على الشباب نتاعنا عده واحد معناها عده امكانيات نتاع خدمه ونتاع خلق ثروه. شكرا لك سارق شريف رئيس كونفدراليه المؤسسات كونكت، شكرا لك سي عزيز سعيدان خبير مالي واقتصادي. باش نعطيكم كيفاش؟ نبقى نخذوا دقيقتين خمسه اعطينا. لا لا ما خذيت قبلهم انتم، باش نختم معكم 30 ثانيه 30 ثانيه هاي خذ 30 ثانيه سي عبيد. عندك حتى انا كله اي قبل ما نضيعوا باش ناخذ 30 ثانيه. لا 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 ما عنديش الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص هذه من معناها من سامحوني الاولاد الصياغ المهمه والممكنه اللي يكفي انه تتعمل معناها شراكات ناجحه باش تتعمل في اكثر من قطاع. معناها اليوم ديسال مود دمار هذه واحده من القطاعات اللي تنجم تكون في اطار الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دور الدوله لازم يتحدد في مختلف القطاعات وتحدد الاستراتيجي من غير الاستراتيجي من التنافسي. موضوع الاشراف على المنشات العموميه هذه كما ذكرت توا سي طارق مهم جدا انك تستقطب كفاءات عاليه اللي باش تنجم تنقذ لك هذه المؤسسات، وتكون ثم مقاييس ومعايير لاختيار الاشراف على هذه المؤسسات، معناها قائمه على معايير علميه والاكفأ والاقدر على انقاذ هذه المؤسسات، الحوكمه الداخليه والعامه والشفافيه، والمحافظه على الادوار الاقتصاديه والاجتماعيه لبعض المؤسسات اللي هي في القطاع الاستراتيجي، عقود البرامج، عقود الاهداف، عقود الاداء، والتصرف. اليوم ممكن أن تبقى منشاه عموميه ولكن تتصرف بعقليه متاع القطاع الخاص اللي تعملت في بعض المنشآت. شكرا. اللي هي مصادرة تحت إشراف الدولة ولكن بقات مع
معناها تدار بعقلية القطاع الخاص، وأغلب هالمؤسسات هذه في جزء كبير منها هي مؤسسات قاعدة تحقق في أرباح في وقت اللي ترجع بالنظر لإشراف الدولة. شكرا. نجم يكون هذا مدخل من المداخل للإصلاح. 10 ثواني تاع سعيد البريك. 30 ولا 30 المسألة تردوني والله 10 المخرج في ترد المسألة مسألة مقاربات. لا والله نسيت حاجة يا سبو شنو طارق توعد خذ 30 ثانية نتاعك. المسألة مسألة مقاربات. يا نجاوب على سؤال شنو دور الدولة، لأنه المسألة غادي تولد. يا هل ترى دولة ترعى معناها موقع أو إطار فيه منافسات ونده، وإلا الدولة قادرة كما القطاع الخاص كي يشري مؤسسة على أنه يسير المؤسسات العمومية وربحها. احنا في حاجة الأموال اللي ينقاد الميزانية، الأموال اللي راهي تنجم تجي من المؤسسات العمومية عندما يحكم تسييرها، وعندما تتم مراجعة الإدارة عبر إصلاح إداري جوهري في المرحلة الحالية، عندما يتم إلى جانب الإصلاح الإداري مراجعة مسألة الصفقات، مراجعة أكل كل القوانين اللي موجودة واللي فيها بعض منافس ما تخليناش نقدم قدام. شكرا. هي الأصل في الأشياء. الملاحظة الأخرانية، الحل 45. الحل دونك في الحوكمة، الحل في إنقاذ المؤسسات من خلال مسار تشاركي فيه المكونات المعنية بهذا. شكرا. ثم شكرا. شكرا. الملاحظة شكرا. شكرا. الملاحظة الأخرى. شكرا. الملاحظة الأخرى يا أبو بكر، راهي الاجتماعيات ما نقولش أهم شيء في دور الدولة. شكرا. والله شكرا سي طارق. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بس وديك تعطيني مثال. لا خلينا نفسر لك. تعرف عليه لوبن سكاي. لا مش لوبن سكاي. حل المشكلة. نحب الناس اللي يقولوا يحبوا يبيعوا وياخذوا في أراضي ويعملوا فيهم. فما قانون اللي احنا ما حكاية عليه حتحدوا، ما نحبش ننساه. يومنا تغيير صبغة ال لا 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 لا. القانون هذايا نتاع 89 وتحين في 2001 اللي يحكي على الجولدن تشير. اون اكسيون. الدولة تحط عندها اون اكسيون. تتسمى اكسيون سبيسيفيك ولا السهم الذهبي. تسمح لك للدولة حياتها كاملة فما حوايج ما تخليش المستثمر ولا اللي شرى المؤسسة باش يعمل باش يبدلها ولا باش يعمل حوايج خارج القانون. حق فيتو. شكرا. شكرا طارق سعيد. عزيز سيدار إذا سعيدي عبيد البريكي وكل دخلوا معنا اليوم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. تقابلوا الجمعة الجاية على قناة التاسعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. على خير.